كأنها القيامة. أرض انشقت وبيوت انهارت وصارت حطامة، أصوات مخيفة، أناس مذعورة، حرائق ودمار في كل مكان. كانت دقائق معدودة لكنها قضت على عائلات بأكملها وأحياء عن بكرة أبيها. هذا هو زلزال القرن. هنا الجنوب التركي المكلوم والشمال السوري الذي لا زال يعاني ويلات الحرب. دعكم، العالم كله جاية ربعها وعم تعاونها. دعكم دعكم، احنا ما لنا حدا، ما لنا غير رب العالمين. ظلهم كل واحد قاعد ببيته، ولا حد يجي. ها دعكم تفرجوا. هذه كانت بعض مشاهد الدمار التي لحقت بسبب الزلزال المدمر بالشمال السوري والجنوب التركي، واتت على مساحة كبيرة من المناطق. وهنا شاب سوري بجنديرس بريف حلب يبكي هلعا وحزنا على عائلته. بعد صحيح يا رب. يا رب يكون احنا بصح يا رب. وينك يا شريف؟ وينك يا غادي؟ وينك يا أمي؟ وينك يا خيتي؟ وينك يا مرتي؟ كان الله بعون أهالي جنديرس وأهالي المناطق التي تضررت بالزلزال. لا شك هناك لطف خفي في الأمر، الله لا يترك عباده هكذا. هناك الكثير من الألم بمقطع الفيديو هذا من تحت الأنقاض. الألم متسطح، ما في قعدتي، ما مريحة، بس إيدي صايرة فوق ثاري وفوقي أحجار، وكثير انتفخيت وكثير عم توجعني وعضلت. وساري طيب عم تحكي؟ ساري ما أقول لك، من أول خمس دقايق والله جبان دم من تمه وخشمه وتوفي. آخ يا عم عبد العزيز خيو، إذا استشهدنا وتوفينا سامعنا خيو، زغل الطبيب ما عم إشياء. مقاطع صدقا يتقطع لها القلب، ونحن نشاهد على السوشيال ميديا ما يجري أو ما جرى نحزن، لكن ما بال الذين جرى معهم هذا الأمر؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. على المنصات تفاعل الناس مع هذا الزلزال المدمر، ولقيت هذه التغريدة لباحث هولندي يدعى فرانك الذي كتب قبل يومين من حدوث الزلزال، لقت تفاعلا كبيرا على تويتر. قال: عاجلا أم آجلا سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة في هذه المنطقة، جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان. هذا لا يتنبأ بعلم الغيب، لكنه باحث، وربما الأمور ظهرت لدى الباحثين بأن هناك زلزال محتمل في المنطقة. أسامة الشامي أيضا من الذين أتفاعل وغرد في تويتر: صرخات من تحت الأنقاض ونوم في العراء، هكذا قضى المتضررون من الزلزال ليلتهم في تركيا وسوريا. البعض أشعل النيران للتدفئة من البرد القارس بعد أن باتوا دون منزل، وعائلات بقيت واقفة أمام الركام على أمل إخراج أحبتهم من بين الحطام. محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية غرد في تويتر: نسمع أصوات أهلنا، لا يزالون أحياء لكن ليس هناك من يخرجهم، هذا ما يصرخ به سوريون مفجوعون بصغارهم، وآباء يسمعون استغاثات أفراد عائلاتهم من تحت الركام. كل دقيقة تمر لها ثمن باهظ، وعلى الحكومات العربية تجنيب كل الاعتبارات الآن سوى اعتبار الإنسانية. لكن يبدو أن هذه الصرخات اختفت في يومها الثالث أو الرابع. انقطع الأنين، فرق الدفاع المدني والإنقاذ لسه مستمرة بعملها مثل مبارح ومثل أول مبارح، لكن الفرق اليوم اللي هو اليوم الثالث أنه انقطع الأنين. صوت الأنين اللي كان عم يعطينا أمل اللي نسمعه من تحت الأنقاض، صوت نداءات الاستغاثة لأطفالنا وأهلنا
اللي كنا نسمعه من تحت الأنقاض اليوم اختفى. إذا كان في تركيا دولة الإمكانات والدولة الاقتصادية الكبيرة واجهت صعوبة في انتشال الناس من تحت الركام وتحت الأنقاض، فما بالكم في سوريا؟ الشيف بوراك، الشيف المشهور على منصات التواصل الاجتماعي والمعروف بابتسامته، يبكي في هذا الفيديو يطلب المساعدة لإنقاذ الناس. Lütfen imkanı olan kimse esirgemezse yardımını. Gerçekten madem buçuk altında hesaplar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor. Bir şey yapamıyoruz. سعيد وليد الحاج قال في فيسبوك: الوضع في جنوب تركيا صعب جدا في ظل وجود دولة ومؤسسات قوية ومتمرسة، كان الله في عون إخواننا في شمال وعموم سوريا، الوضع هناك بالتأكيد أسوأ بكثير. هذا ما يؤكده أحمد ياسين في هذه التغريدة. تركيا مجهزة بخطة طوارئ لعزل الكهرباء والغاز وتسريع الإنقاذ، لكن الوضع في سوريا مأساوي وكارثي، لا سقف لعدد الضحايا بعد ولا معطيات واضحة أصلا. فرق الإنقاذ تعمل بوسائل بدائية، سوريا بحاجة لمساعدة عاجلة، أحاط السوريون بكافة أشكال المصائب. الله يلطف، اللهم آمين. العديد من المنشورات الحزينة نشرها السوريون ينعون أسرهم تحت الأنقاض. يقول ماجد عبد النور في تغريدة على تويتر: منذ قليل قمنا بدفن عائلة من أقارب استشهدوا بالزلزال، المقبرة كانت عبارة عن خلية نحل من حفاري القبور، عشرات الشهداء بعضهم يوارى الثرى وآخرون ينتظرون، مشهد خلع قلبي، عشت 13 سنة من الحرب ولم أشاهد كمية الموت كما هي اليوم، أم مع أبنائها وأب مع أطفاله وأخ مع إخوته في حفرة واحدة. يقول قاسم أيضا: أختي تحت الأنقاض، رح يصير لها 24 ساعة فوقها 5 طوابق وماني قادر أعمل لها شيء، إلنا من الصبح نكسر وما قدرنا نعمل شيء، أولادها وزوجها قدرنا نطلعهم ودفناهم ولحد هاي اللحظة ماني قادر طلعها، وهي حامل بتوأم كيف بدي نام وفي 3 أرواح تحت هاي الحجارة. لا سامح الله كل من خذلك وخذل كل هاي الناس اللي معك. منى حوى قالت في فيسبوك: ما الذاكرة التي يحملها الإنسان السوري في عقد من الزمان؟ نظام يعتقله ويعذبه ويخفيه وينفيه، بحر يهرب إليه فيبتلعه، وأرض يأوي إليها فتهوي عليه، تنهزم آلام الدنيا أمام الحزن السوري، من رأى مصائب الناس تهون عليه مصائبه. هذه هي الذاكرة. تلعب ألعاب لك شو؟ ألا يا ألا طري ألا مع ألا ولا كلمة ألا أحسن منك. طب إذا جبت شو طالعك لك؟ ما رأيكم بهذا المقطع؟ فتاة صغيرة تحتضن أخاها تحت الركام وتقول: أصبح خدامة عندك إذا أنقذتني. نحن لا نلوم الله، حاشا لله، لكن هذه عرض لمأساة لعل الإنسان يتعظ، فالابتلاءات قريبة، الابتلاءات موجودة، نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا. الدكتور أحمد زيدان غرد في تويتر وقال: النداء الأخير من المناطق المنكوبة في الشمال السوري، ساعات تفصلنا عن إنقاذ المئات وربما الآلاف من العالقين تحت الأنقاض، المطلوب جسر جوي أو جسر بري وفتح كل المعابر وتحرك العالم لإيصال ما يلزم، وإلا فالعالم الذي تواطأ بقتلنا بدعمه بشار في قتلنا متورط اليوم بطريقة أخرى. الألم كثير والحزن يعم العالم، ليس فقط في تركيا وسوريا، فالإنسانية يعني تجمعنا قبل العرق والدين، هذا لا شك، ورغم ذلك يتلطف الله بعباده، سبحان الله. يا أمة محمد النخوي، العالم جندرس تحت الأنقاض، ما في حد يساعدنا، لكن بريسات إلى كل جميع فرق الدفاع المدني اللي بأطمي اللي بعقربات، تعوا يا أهلي، لك ما في حد، لك شوقي. الناس لبعضها، شخص يتبرع في كل بضاعته في متجره لمتضرري الزلزال في تركيا.
Sen yat üstüne. Bunlar dolduracak, sen yat minvanına da. Bak onu yat. Boş koy. Al. هنا فيديو أيضا انتشر لإنقاذ عائلة سورية في تركيا، جنوب تركيا، وسط تكبيرات المنقذين. طبعا تم انتشالهم بعد 31 ساعة من الزلزال. يا عم نور، بابا هو نور، حكي البابا حكي. أيوة ما شاء الله ما شاء الله، ليك البابا حكي يا بابا، حكي يا بابا. الحمد لله على السلامة يا عمو، الحمد لله على السلامة يا عمو. شوي شوي على الحديد، على الحديد، على الهيدة، على الهيدة. تمام تمام، الله يجزيكم يا رب. بسم الله الله أكبر ما شاء الله. وهذا طفل ببراءته انتشر له فيديو بعد انتشاله، انظروا ماذا فعل. يبعث الله الأمل وسط هذا الدمار. من الفيديوهات التي انتشرت أيضا مواطنة تركية في الجنوب التركي لم ترد أن تخرج من تحت الأنقاض إلا عندما ناولوها الحجاب وارتدته، وهذا هنا مسن يريد أن يتوضأ تحت الركام. يلا سينطونك عمي، صلي بمكانك. وين مكان هين؟ ايه خلاص مثل ما انت، مثل ما انت بس تجيب لك البطانيه احسن. عاد بطانيه بس اذا توضى يا اخي تحط لك على القليله هاي، لو تحطها وساده تتلف بيها شوي توضى واصلي. يا مثل ما انت، مثل ما انت صلي مثل ما انت يا انت تعرف هدومنا صارت وسخه. طيب ما يضر ما يضر، معذور معذور انت عمي، معذور يا ابو انت معذور. هسه انت شويه نوب ان شاء الله نطالعك وتتوضى وتصلي وما بيك شيء. يلا قول يلا هاك تعال عدي لك البطانية. تخيلوا ربما يموت في أي لحظة وهو تحت الركام ويريد أن يلقى الله وهو ساجد، يريد أن يصلي، نسي كل شيء فقط يريد أن يتوضأ ويصلي. في تركيا قال المغردون فيما قالوا بعد أن طمأنوا أنفسهم إن لدينا سلطانا عادلا، يتحدثون عن رجب طيب أردوغان. لنشاهد هذا الفيديو. Bir yıl içerisinde de وكما فعلت مديرية الإسكان الجماعي مسبقاً، فإن المديرية ستبني منازل دائمة للمتضررين خلال عام، كما نسخنا مع الفنادق الموجودة في أنطاليا، ألانيا ومرسين وغيرها لإيواء المتضررين مؤقتاً. الدولة مستعدة لتأمين جميع مستلزمات المواطنين في الفنادق من مأكل ومشرب ومأوى وغير ذلك. هذا تحدي كبير كان أمام الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات أيضا. الرئيس التركي قال إنه سوف يقوم بإعادة الإعمار خلال فترة قصيرة، والشعب السوري الله معه.